أعلن رؤساء وأعضاء اللجان المجتمعية بالأحياء والوحدات السكنية بمدينة المكلا تأييدهم التام ودعمهم المطلق لعملية ميزان العدل التي تنفذها الأجهزة العسكرية والأمنية بحضرموت. وأكدوا في لقاء موسع برئاسة محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية مساندتهم ووقوفهم إلى جانب الحملة، مشددين على ضرورة استمرارها وعدم التراجع عنها، مؤكدين أن الأمن والنخبة الحضرمية خط أحمر ومنجز لا يمكن التفريط فيه، مطالبين بالضرب بيد من حديد ضد المخلين بأمن المدينة. وأقر الاجتماع وحدة الصف والكلمة والوقوف إلى جانب قوات النخبة الحضرمية والأمن ومساندة جهودهم الرامية لحفظ الأمن والاستقرار، مطالبين بمواصلة حملات التطهير من بؤر الفوضى والفساد والوقوف بحزم ضد البلطجة وقطع الطرق وحمل السلاح ومخالفة القانون. بكم وبوعيكم استطعنا واستطاعوا من قبلنا في السلطة المحلية أن نجنب محافظة حضرموت المجابهة والمواجهة البينية الذاتية. كل من أتى زائرا لهذه البلاد كان صغيرا أو كبيرا مسؤولا يخرج بانطباع جيد عن الأمن، وهذا حقيقة نشهدها كلنا نشهد هذا. فهذه النقطة التي وصلنا إليها لا نريد أن نتراجع عنها